الصعود إلى القمة يبدأ برسالة SMS. روتانا تساعد 4 رابحين طموحين. أهلا وسهلا بكم مشاهدي. والله ترى ما أدري على الهواء ولا لا إيش على الهواء. طيب أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأخر. رحب بمستمعين روتانا في المملكة العربية السعودية اللي كان مفروض يطلع قبل شوي ولا طلع وطلعوني أنا وما حد قال لي ترى هذه مسابقة القمة بكرة السحب على الجائزة الثانية 150,000 ريال. شوفها يلا شوف جادلة تنتهي في يوم. روتانا تساعد 4 رابحين طموحين في الوصول إلى القمة ب600,000 ريال لتصل إلى قمة طموحك في أعمالك، في دراستك أو في ترفيهك. أرسل حرف قاف أو كيو إلى الأرقام التالية وتذكر كلما أرسلت أكثر ازدادت فرصك بالربح. مسابقة القمة من روتانا، طريقك إلى القمة. على الهواء يا شباب أكيد. طيب على الهواء شفت تقرير عن بطولة كأس العرب والقرعة اللي صارت اليوم تهنا الأم العرب. أجريت مساء اليوم رسم قرعة بطولة كأس العرب في جدة حيث جاءت المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى السعودية، الكويت، الإمارات، فلسطين. المجموعة الثانية ليبيا، البحرين، المغرب، اليمن. المجموعة الثالثة مصر، العراق، السودان، لبنان. هذه قرعة القرعة اللي اليوم صارت هي ثلاث مجموعات وكان على هامش القرعة السيد إيريك جيرتس مدرب المنتخب المغربي ومدرب الهلال سابقا تحدث مع مراسلنا عبد الله الراشد عن البطولة وسأل عبد الله الراشد انه في اخبار تجي السعودية ولا مو جاي. نشوف اللي قاله السيد إيريك جيرتس. That I'm happy, very happy that first of all that I'm back. أنا جدا سعيد بعودتي للسعودية لأيام معدودة. ثانيا أنا سعيد بمشاركتي في هذه القرعة. أتمنى أن نعكس صورة جيدة عن بلدنا ونتطلع قدما لعمل مباريات جيدة أمام منافسين أقوياء، لأنه بالنسبة لي هذا التحدي جديد أو مغامرة جديدة، والسبب لأن بعض الفرق لا أعرفهم بشكل شخصي ولم أشاهدهم يلعبون أمامي. For me it's a little bit new, it's an adventure. All groups are hard because all the teams they come to win. كل المجموعات قوية لأن الجميع حضر ليكسب، لذلك نحن لسنا مختلفين عنهم ونحن أتينا من أجل أن نكسب. Hopefully we will have a good result. I have a contract for two more years. لدي عقد لمدة سنتين ولن أعود للتدريب هنا مجددا لأن عقدي ينتهي في 2014 وأنا سعيد جدا في المغرب، لذلك لن تشاهدوني قبل 2014. جيرتس سعيد مع المنتخب المغربي ولا يفكر في العودة كابتن، راح تتابع هالبطولة ولا وقتها راح تكون أنت في فترة راحة؟ راح أتابعها أكيد، راح أتابعها خاصة حنا عندنا لاعبين اللي زي ما نشوفهم في البطولة في المنتخب. مين أخذوا من الفتح كابتن؟ أخذوا حمدان الحمدان وربيع سفيان. حمدان الحمدان وربيع سفيان ثنائي جدا مميز في الفتح، مو خايف عليهم؟ لا بالعكس، هذه فرصة لهم عشان أنا يوري إمكانياتهم وهذه فرصة لكل اللاعبين أنا هكا عشان يخش المنتخب، وهذا حلم كل مثلا لاعب سعودي. دول أنا حلم كل لاعب سعودي عشان يخش المنتخب. يعني أنت ضد الناس اللي تتكلم عن إرهاق اللاعبين والبطولة هذه غير معترف فيها وأنها تسبب صداع للأندية والمدربين في وقتها هذا قبل الدوري ربما أقل من شهر؟ شوف، هو أكيد الإطار الفني بتاع المنتخب ما لا يعرف كيف يشتغل ويعرف أمتى يبرمج مثلا التحضير بالنسبة للاعبين وكل شيء. حتى اللاعبين اللي أنا عارفه تو أنهم بيرتاحوا 12 يوم بالنسبة للاعب يظل كفاية يقدر يرجع ويقدر يسوي تحضير مثلا جديد ومعناها وقت يقدر يشارك.
ومعناها صعب على مستوى إدارة فنية على مستوى المنتخب ونشوفه لخبطة. أنا رأى وأنه البرنامج اللي ما نسوه خطر أكيد اللاعب بتاخذ راحة ما هيش طويلة، لكن راحة بالنسبة للاعب محترف راحة معناها اللي هي 12 يوم راحة ما كان راحة كويسة، ومعناها بعد الراحة هذه يعاود يحضر بدور الجيد. تسمح لي بسؤال ثاني بس؟ طبعا كثيرين تكلموا عن ريكاردو انه لا يعطي هذه البطوله قيمه وانه يعطي مساعده لامور كثيره. انت كمدرب اذا عندك جهاز متكامل وترى ان هذه البطوله تريد ان تراقب اللاعب من المدرج لتكشف مثل ما قال ريكاردو حسب تصريح الاستاذ محمد مسحل يكشف امكانات اللاعب بشكل ايجابي، بينما هو يدربهم اثناء التدريبات فقط 90 دقيقه يكون في المدرج في غرفه، تعتقد انه مصيب في هذه الحاله او ما هو تفسيرك اذا كان لك رأي فني؟ والله هذه اختيارات المدرب اكيد، وحنا انا بالنسبه لي انا اللي معنى الهدف نتاع من البطوله هذه ما اعرف الهدف المعلن، بس اللي يمكن استشفه من الاسماء من الموجوده اكيد وانه عنده من فريق الف اللي هو ما استدعى، خاطر فيه لعيبه كثير من اكثر اللي هم مش موجودين، يمكن البطوله هذه عشان في لعيبه صغار بيعزز بهم الصف الاول اختيار وانه يشاهد البطوله من فوق، هذا هو الوحيد اللي مسمى لي قرر هذا. ليه ما سبليش اختار ما انا ليش اختار هذا، خاطر ما نعرفه انا حتى لما يكون تحت ولا شيء، حتى لما يشوف مباراه ما يشوفه في الملعب بس، خاطر فيه بعد فيه تسجيلات فيه يقدر يشوف المباريات على مرات، لكن هذا اختيار مدرب ومن الحقيقه هو الوحيد اللي يقدر يقول ليش. طيب.